مساء الخير مشاهدينا. كالعادة إحنا بنسعد لما بيكون معانا أستاذ دكتور ماهر الضبع، أستاذ علم نفس بالجامعة الأمريكية، اللي دايما بنستفيد بأراءه. دكتور ماهر مساء الخير. مساء النور. أهلا بيك معانا يا دكتور في عام دراسي جديد. الناس ابتدت تنزل تروح المدرسة وتروح الجامعة، وعندنا مشاكل جامة بقالنا سنة ونص سنتين بنسحب راحتنا وبنقوم براحتنا وبنقعد بالبيجامة نحضر الزوم أو نعمل الواجبات القليلة ومكسلين وزهقانين، وبنقول إذا وإحنا هنعمل ده كل يوم والكلام ده ينفع؟ التعود بيعمل حالة التزام. إحنا دلوقتي بقالنا سنة ونص سنتين ما عندناش التعود ده، هنحل المشكلة دي مع أولادنا إزاي؟ بصي، يعني إحنا بنفترض أن العيال معمولين كده من حاجة هشة رقيقة، مش عايزين نضغط عليهم قوي، خايفين لحسن لو ضغطنا قوي هيحصل نتائج سلبية. الحقيقة كان في يعني وسائل التربية عدت في أكتر من مرحلة. كان في مرحلة قديمة بتاعت دكتور سبوك، نحن نقرص على العيال ونضغط عليهم ونعاقب ونأدب ويبقى فيه جدية في تهذيب الشخصية. وبعدها جت اتجاه تاني في التربية، هو يعني امشوا زي ما العيال عايزين، ما تضغطوش عليهم، بلاش العقاب، بلاش نحملهم مسؤوليات أكثر مما يحتملوا، نحسسهم بالحب الدائم الغير مشروط. ده كويس، لكن احنا وصلنا لإكستريم تاني، لمستوى ان احنا مش عارفين نخليهم يعملوا اللي احنا عايزينه، يعني انه ما فيش اي وسيلة اقناع او وسيلة سلطة تخليهم ينفذوا الاشياء البديهية، يعني مش اللي هي الاشياء اللي فيها اجبار من الاب والام، يعني اشياء غير منطقية، لا اشياء بديهية، يذاكر يروح المدرسة، يعني يعمل اللي عليه. بس هي مش بصورة، يعني في كل أنواع التربية أكتر غلطة هي إنه الأولاد يبقوا بيسمعوا الكلام ويطالبوا إنه يسمعوا الكلام، والكلمة اللي أقولها تتنفذ، مش عايز مناقشة، مش عايز كلام. طبعا ده غلط، في كل الأحوال ده غلط. إحنا مفروض نتناقش معاهم ونشوف إيه الحلول الوسط اللي بيننا وبينهم، نسمعهم، نشوف ايه توقعاتهم، عايزين ايه، عايزين يتصرفوا ازاي، ونوصل معهم لحل وسط على قدر المستطاع. لكن مهم ان احنا نسمع لهم ونسمع رأيهم، لان انا لما بعمل كده بديله فرصة انه يفكر ويشغل القدرات الذهنية ويعرف ان الطريقة الوحيدة للوصول للي انا عايزه هي ان انا ألجأ الى الحوار والنقاش والاقناع، وابذل مجهود ان انا اقنع ابويا وامي، مش استخدم الوسائل الضغط ان انا زن واصرخ وهدد واترمي في الارض ومش عارف ايه. دي وسائل خاطئه. فهو لو ادرك ان الوسيله الوحيده مع بابا وماما هو الحوار معاهم، لانها بتاتي بنتيجه، ده شيء ايجابي. طيب، من خلال هذا الحوار والاقناع وانا بسمع له وباخد رأيه وبشوف ايه اللي ممكن نعمله يريحه، ونشوف ازاي يشعر هو بالامان في الوضع الجديد. لكن في كارت في النهاية في ايد الاب والام، انه اوكي احنا اتكلمنا وتناقشنا ودورنا على حل وسط، لكن في دلوقتي اتفاق على مسؤولية معينة انت هتعملها ولازم تعملها دون ان ألوح بالعقاب يعني. طب خلينا يا دكتور، لكن خلينا ناخدها واحده واحده. دلوقتي قال لي انا مش عايزه اروح المدرسه كل يوم، يعني انا مش هقدر استحمل اصحى كل يوم بدري واروح وارجع ويبقى ورايا كل الحاجات دي، نعمل ايه؟ اوكي، لو هو عمل كده واحنا قلنا خلاص ما نضغطش عليه، او يمكن الولد أذكى من أنه يقول أنا مش هروح المدرسة، هو هيقول بطني، أنا تعبان، أنا مش عارف إيه، بطني بتوجعني، زوري، أي حاجة، هيدور على أعذار. لكن هو مش أغلب الظن مش هيتحدى السلطة بصورة سافرة في السن ده،
على الأقل، إن هو يقول أنا مش رايح المدرسة مش هيعمل كده، هو هيدور على أعذار أغلبها أعذار وهي، وإحنا بذكائنا ومعرفتنا لأولادنا نقدر نعرف الأعذار دي حقيقية، هل فعلا سخن، هل فعلا عنده مشاكل في بطنه، هل عنده ورم في الحنجرة، أي حاجة كده، خلاص لو هو تعبان فعلا وأدركنا أنه مريض طبعا نتجاوب معه. لكن لو أدركنا أن دي وسيلة لوي الدراع علشان رأيه هو اللي يمشي وإرادته هي التي تسود، لازم ننتصر في هذه المواجهة. هنتكلم وهنتناقش وهنقول له بص حبيبي انت اوكي بطنك بتوجعك، لكن ده مش هيمنعك انك تروح المدرسة. لا انا مش هروح، لا مش حبيبي انت هتروح المدرسة حبيبي، وهنا ربما لازم نلجأ للضغط عليه انه هتروح المدرسة. اوقات الطفل الصغير خالص يلبس بالعافية تقريبا، يعني يتوقف محاورات الاقناع في يعني بعد ما نسمعه ونتكلم ونوصل لحلول وسط، ثم يرفض تماما وترمي في الارض ويرفض. اوكي هشيله من على الارض وهتلبس ولبسه الجزمه هتروح المدرسه، موقف دمه تقيل. انا عارف في اوقات الاهالي يبقى بيتناقشوا بقى البابا وماما سيبيه وخلاص مش عارف ايه ومتغطيش عليه، لا ده هيتعب شخصيته. لا هي الصعوبه بس يا دكتور لما ده الصعوبه بس لما ده بيحصل بشكل يومي بيبقى صعب برضو. أصلا يعني عايز أرجع مع حضرتك برضو للأهل، ما هي الفرخة الأول ولا البيضة، ما الأهل برضو مش مؤهلين قوي. يعني لو ده بيحصل كل يوم صعب برضو إن إحنا نقول الأب والأم أنتوا تصرفاتكم غلط، لو تعصبتوا أنتوا مفروض تكونوا بحزم بس من غير ما مثلا ما تتهوروا في التصرف. لو طفل بيعمل ده كل يوم لمدة أسبوع 10 أيام أكيد الأم هتنهار. بصي الأمور ستزداد سوء قبل أن تتحسن، بس هي إحنا ماشيين في سكة ستؤدي أنه يتوقف عن استخدام هذه الأسلحة الغير مشروعة في الانتصار في صراع القوة. في صراع قوة هنا بين الأم وابنها ولا بنتها، مين اللي إرادته هتمشي، فكل واحد منهم بيستخدم الأدوات المتاحة ليه. طفل هيستخدم الصراخ والعناد والترفيس ومش عارف ايه، وانا يعني اي سلاح غير مشروع فيه. لو انا انتصرت في هذه المواجهة، هي دمها تقيل، مواجهة دمها تقيل، واوقات لازم ناخده حطه في العربية ونوديه المدرسة، اوقات لازم يلبس يعني بطريقة فيها قصر ليه. لو عملنا كده وعملنا كده يومين ثلاثة، يعني زي ما انت بتقولي الموضوع هيبقى كل يوم، مش هيبقى كل يوم. لو هو ادرك إن هذه الأسلحة اللي أنا بستخدمها في صراع القوة ما بتجيبش نتيجة، خلاص يعني هفهم إنه اللي أنا بعمله ده مش هيجيب نتيجة. إن أنا ترمي في الأرض ورفص عشان أحصل على الشيء، ينبغي أن أدرك، والطفل عنده قدرة، عنده ذكاء وعنده استنتاج منطقي، إن يعرف إن الرمية في الأرض دي مش هتجيب لي اللي أنا عاوزه. طب بيني وبينك الإصرار إن أنا ما أروحش هروح. بيني وبينك يا دكتور كده، إحنا كأهالي كأولياء أمور، احنا فعليا يعني حسب ما انا بشوف من حواليا، يعني احنا فعلا عايزين الولاد يروحوا المدرسة كل يوم، ولا احنا كمان خدنا على الكسل ده، ولا احنا كمان خدنا كأهالي على الاستسهال بتاع انه امتحانات كده شكلية وخلاص، المهم ياخد الدرجة مش مهم يتعلم. وللأسف نقلنا الفكرة الخاطئة دي في التعليم لولادنا. بصي يعني دي طبعا اللي انت بتقوليه ده حقيقي جدا وتعليق في منتهى الذكاء، لان المشكله اوقات مش في العيال، مشكله احنا اللي مش واخدين الموضوع جد قوي، ولا شايفين مروح المدرسه ده فارق قوي وراح زي ما راحش، وانه هو نقدر ندرسه في البيت، نقدر مش عارف نجيب له مدرس ايه يعلمه ايه. احنا اللي عندنا المشكله. القضيه مش بس انه هيروح المدرسة ويتعلم، انا متفق مع هذه الام اللي بتقول يعني هو في المدرسة هيتعلم حاجات بقى اللي هي مفيش مش هيقدر يستغنى عنها، لا نقدر نعلمها له في البيت، او حتى في حاجات مش مهم يتعلم. لكن القضية هي ان انا ملتزم بامر ما، ان انا مسؤول، مسؤوليتي هي ان انا هروح المدرسة، هرجع اعمل الهومورك وهعمل الواجب، انه دي سمة
لازم تبنى في شخصية الطفل أن يدرك أن هذا الأمر هو لصالحه، أنه في النهاية أنا مطالب أن أنا أعمل كده، إن ده الشغل بتاعه زي شغل بابا وماما، يعني ده الشغل اللي بيقوم بيه، ده واجبه. طب يا دكتور معلش، يعني الأمهات عندها مشكلة كبيرة جدا في المذاكرة مع الأطفال. أولا الموضوع ده يعني في سؤالين، إمتى أقدر أخلق عند الطفل الشغف والمسؤولية إنه يشيل هم نفسه بنفسه ومش لازم الأم تقعد تذاكر له، ولو الأم قاعدة بتذاكر عشان الطفل صغير، الأخطاء اللي الأمهات بتقوم بيها من إنه تتعصب أو أنت ما بتفهمش أو شوف الفرق بينك وبين أخوك أو اشمعنى زميلك شاطر في المادة دي وأنت نص درجة دي نقصتها ليه، أنا عايزاك تجيب الدرجة كاملة، الطريقة دي في إدارة مذاكرة الطفل ممكن تودي لإيه؟ يعني ممكن توصل في النهاية لطفل مستوائي إنسانياً وعلمياً يعني ونفسياً. طيب يعني أنت طرحة نقطتين والاثنين مهمين أوي. يعني الأولى هي إمتى تقدر الأم تسحب إيدها وتسيبه يواجه المذاكرة، ما تقعدش تذاكر معاه باستمرار لكن تسيبه هو يذاكر إلى آخره. والنقطة الثانية هي الأسلوب اللي بنتعامل به مع الطفل، الأهانات اللي أنت سردتيهم دلوقتي، أنت مش بتفهم، أنت عمرك ما هتنفع، شوف أختك بتعمل إيه، أنت طلبت مش عارف إيه جبنا لك، يعني إذلاله أنه أنت مش قادر تحقق اللي احنا بنطلبك بيه، وانت مش أقل من غيرك، وانت مش ناقص ايد مش ناقص رجل، طلبت مش عارف جزمة ايه جبنا لك جزمة ايه، ونقعد النوع ده من الكلام دار ما فيهاش كلام. وفعلا ده اسلوب لا يستخدم مع أولادنا تحت اي ظرف، ان احنا نقللهم في اعين انفسهم ونوري له انك انت في عينينا انت احمق وانت غبي وانت لن تصلح وإنك أنت بالمقارنة بالآخرين أنت أقل، ده أسلوب خاطئ وينبغي أن احنا لا نلجأ ليه بأي شكل من الأشكال. أو الضرب أو الاعتداء البدني، أنا بسميه اعتداء بدني، إن أنا أستخدم وسيلة الضرب، كل ما ألاقي الوضع كده مش ماشي كويس أروح نازل فيه ضرب، وإحنا أوقات عندنا الاقتناع أن هو ده الأسلوب الصح، وأوقات بنتخيل أن هو ده الأسلوب اللي ربنا بيعايزنا نستخدمه مع أولادنا، وده غير حقيقي تماما. أغلب الدراسات الحديثة بتقول أن أسلوب الضرب ده مش أفضل أسلوب في التأديب والعقاب. فالنقطة دي إحنا متفقين فيها، هذه الأقوال اللي تحقر تشعر الطفل أنه هو حقير في عينينا أو قليل أو قدراته ذهنية متدنية، ده كارثة لا تحدث. لكن ده بينقلنا للسؤال الأولاني اللي هو أكثر صعوبة، اللي إمتى يعني المذاكرة مع العيال فظيعة، من أصعب الحاجات في الدنيا هي أن الواحد يذاكر مع عياله، ودي مش لصالح ولادنا، كلنا متفقين على كده، متفقين أنه المذاكرة مع الأولاد مش لصالحهم، وأن المذاكرة دي حاجة صعبة جدا للأب والأم. عشان كده المبدأ هو أنا هذاكر معاه في البداية لغاية سن معين، وأسحب إيدي شوية بشوية وأسيبه هو اللي يبقى يعني يؤدي عمل يؤدي أو يذاكر ويشوف النتيجة، وبعدين يعرف إنه لما باخد نتيجة وحشة ده بيحسسني بمشاعر سلبية، يبقى المرة الجاية هذاكر أكتر وهقعد أبذل مجهود أكتر في حل مسائل أو مش عارف إيه، إنه يبتدي المكنة دي تشتغل من جوه، إني أنا لما بذاكر لروحي مش بذاكر عشان ماما تنبسط. العيال في مرحلة ما من العمر أنا ولا عايز أذاكر ولا عايز أعمل حاجة، أنا عايز أخلص منها، أنا عايز أعمل اللي هي عايزاه عشان أستريح منها، لكن الدافع هو إرضائها عشان تبطل تضغط عليا، ولما أجيب نمرة كويسة لصالح ماما، أبقى أجيب نمرة وحشة يبقى ماما هتخرب الدنيا وهتزعل، كله ليها. أنا عايز النقلة دي تبقى يبتدي الجهاز الداخلي هو الشعور ان انا لما بعمل شغل كويس لما بجيب نتيجة كويسة بشعر بمشاعر ايجابية، لما بعمل نتيجة وحشة بشعر ان انا كان مفروض اعمل شغل احسن وبقيم في حياتي ايه اللي ما عملتوش عشان اعمله. طيب كل ده بيستند على ماما
أو بابا، مفروض بابا في الصورة، لكن خلينا نتكلم على ماما لأنها غالبا بتشيل الشيلة دي أكتر من بابا. ماما بتذاكر مع الطفل طبعا في البداية، لازم، ما يقدرش لوحده، لكن إمتى تسحب إيدها ده ملهاش قانون. يعني في أولاد ممكن أسحب إيدي وهو عنده 7 سنين أو 8 سنين، في القدرات الذهنية تسمح لي أن أنا أسيبه هو يذاكر مع نفسه وتشتغل الجهاز ده بتاع النتيجة الإيجابية تشعره بالقيمة والنتيجة السلبية تشعره بالرغبة في بذل مجهود أكثر. بس احنا يا دكتور في الحالة دي فبسحب إيدي، كل واحد على حسب ظروف ابنه أو بنته، حسب قدراته، وكل شوية لازم أسحب إيدي وأشوف. بس أنا مشكلتي، عارفة أنت لما قلتي من شوية إن المشكلة في الأب والأم مش المشكلة في العيال، إنه الأب والأم أنا عايز ابني يطلع الأول، ولو أنا سحبت إيدي مش هيطلع الأول، هيطلع التالت، ولا محتاجين إن الأم أو الأب يعرفوا، يمكن محتاجين الأم أو الأب يعرفوا إنه لما يطلع التالت بمجهوده هو أفضل بكتير مما يطلع الأول بمجهودي أنا مع الوقت بمراحل. طب احنا عندنا مشكلة تانية، عندنا مشكلة أساسية، الطفل في الفترة اللي فاتت عاش مع الانترنت ومع الجيمز ومع الأجهزة الإلكترونية على حس الأونلاين، وهو 90% من الوقت بيلعب، لحالة بيقولوا ان بقى في حاجة اسمها متلازمة الأدوات الإلكترونية دي. يعني ازاي هبتدي اسحب الحاجات دي من ايده، اخرجه من حالة الإدمان دي عشان يقعد يذاكر؟ ما هو مش عايز يقعد يذاكر، ده مش عايز يخرج حتى يتفتح. هي لو احنا بنتكلم على مراحل عمرية اللي هي مثلا من 7 أو 8 اللي هي ابتدت بعض ملامح المراقبة، مش ملامح الشكل لكن ملامح الشخصية والسلوك، من المرحلة دي ان نعمل الدستور العائلي، يعني نقعد ونتكلم في ايا كانت الحاجة اللي فيه اختلاف عليها. من الأمور اللي في اختلاف بيننا وبين عيالنا دايماً هي هقعد قد إيه أستخدم الموبايل، كام ساعة في اليوم أستخدم الجيمز ولا الألعاب اللي بيعملوها مع بعض على الموبايل. هو إن كان عليه عايز يقعد الوقت كله، وهي ممتعة ما نقدرش ننكر إنها ممتعة، لكن إحنا مش عايزينه، كان علينا إحنا بقى مش عايزينه يمسكها خالص أو عايزين يبقى قليل جداً. ما فيش قدامنا غير نعمل اتفاق عائلي، نقعد معاهم ونشوف الاتفاق اللي بنتفقه مع بعض، انك انت تقعد على الموبايل ولا على الجيم طول الوقت ده مش هينفع، وانك انت ما تستعملوش خالص فعلا احنا موافقين انك انت لازم تستخدمه. نستخدمه ازاي وامتى ونبتدي نشوف، طيب لو الساعة كذا للساعة كذا، لما تخلص الهومورك بين الساعة مثلا 7 أو بعد ما ترجع من المدرسة، بعد ما تاكل ممكن تقعد ساعة ولا ساعتين أيا كان حسب ظروف كل أسرة، تقعد ساعة أو ساعتين على الجيمز بتاعتك والفاين، لكن من الساعة كذا هنبتدي المذاكرة، هنحط هذا الاتفاق. بس هو لازم يبقى جزء من صياغة الاتفاق، يعني هو يقول رأيه ويقول لا ده قليل جدا، لا انا طب العب في الوقت ده بدل الوقت ده، طب استعمل مش عارف ايه، طب الاخر نوصل معا لدستور او اتفاق بيننا وبين، اتفاق مش رؤوش، مش واحد املى اتفاق، لكن اتفقنا معا في توافق على هذا الاتفاق. جزء من الاتفاق في قانون عقوبات، جزء من الدستور انه لو أخلينا بهذا الاتفاق اللي انت ساهمت في صنعه، لو أخلينا بهذا الاتفاق هيبقى في نتيجة. ايه النتيجة؟ انك انت لو النهاردة قعدت اكتر على الموبايل بنعمل بتاع بالوقت بالساعة نظهر له انت قعدت اكتر على الموبايل، بكرة هتستعمله اقل او بكرة مش هتستعمله خالص او ايا كان قانون العقوبات اللي احنا اتفقنا، ومش بينبع من الأب والأم لكن بنتفق ايه بقى لو انت قعدت اكتر نعمل ايه. فهو هيقول يعني طيب مش عارف هعمل ايه، ولا شيلوا مني، ولا هو بيقول بعض النتائج، فنوصل معاه لهذه النتيجة ويطالب هو بيها ونطالب احنا ايضا بيها. طيب دكتور انا للأسف وقتي خلص، بس انا هطلب من حضرتك ان بعد كم اسبوع كده كم شهر
نستقبل الأخطاء والكوارث والحاجات اللي بتحصل سواء من الأطفال أو من الآباء والأمهات في التعامل فيما يخص ملف الدراسة وبداية العام الدراسي والأمور النفسية دي، ونرجع تاني نتكلم مع حضرتك ونطرح بعض المشاكل. أهلا بيكم في كل وقت، ويعني أنا بشكر حضرتك جدا جدا. أنا بشكر حضرتك جدا. مشاهدينا كالعادة الوقت معاكم بيمر بسرعة والقعدة وسطكم ما يتشبعش منها، لكن وقتنا خلص. بكرة حلقة جديدة، وأنا أشوفكم الحد الجاي.